برج الثور. الثور حالته عامله ايه دلوقتي؟ الله يسلمك حبيبي. الثور حالته عامله ازاي؟ هو اما داخل علاقه جديده او عقد جديد، ده عقد اتفاق نحو المستقبل وحاله من الالتزام، تمام؟ بس التزام حلو، يعني هو مبسوط بيه، دي حاجه كان بيسعى لها الثور وعايزها، تمام؟ فهو بيوصل، وصل لديل كويس جدا جدا، اما دي حاجه عاطفيه لان دي كوبايات بتشير الى كوبايات، الكوبايات بتوحي بالمشاعر، او ان هو حاجه بتخص شغله، مضى عقد جديد، عمل شغل جديد، دخل في حاله شراكه جديده، ممكن تكون شراكه جديده لبرج الثور، ما شاء الله حلو جدا جدا. اوكي. ايه الحاجه اللي نفسه فيها برج الثور؟ نفسه في القياده، وان هو يكون على راس الموضوع. لو هو عمل جديد نفسه يوصل لمرحله ان هو مثلا انا المدير، او انا اللي مشغل الناس تحتيه، قياده، الامبراطور ده قائد، تمام؟ والثور قائد كويس جدا جدا، وهو مش بيسعى لده كنوع من انواع السيطره، لا، الثور شايف ان هو يستحق المنصب ده او المكانه دي لانه عنده الخبره الكافيه اللي تاهله لده. فهو عايز يوصل لمرحله قياده، وان هو يوصل لمنصب عالي جدا، ده اللي بنفسه فيه وبيفكر فيه برج الثور. فلو هو ابتدى شغل جديد متحمس جدا، عايز يوصل ان هو يبقى قائد فيه بسرعه جدا. ان شاء الله هتوصل يا برج الثور. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الثور؟ ايس اوف سوردز، قوتك اللي تركز عليه، قوتك بمعنى نقط القوة اللي عندك، ايه الحاجات اللي ممكن فعلا تأهلك توصل للحتة دي؟ انت واحد مثلا بتاع سيلز كويس جدا، دي نقطة القوة عندك، اشتغل عليها، ركز على نقط القوة، دي الحاجات اللي هتساعدك. فلنفرض ان دي علاقة بس، وعلاقة زي ما قلنا دي كوبايات وفيها شكل من اشكال ايه، علاقة جديدة. نقطة القوة اللي عندك انت عارفها كويس قوي، يعني مثلا ان انا شخص مستمع جيد، دي نقطة القوة عندي. انا شخص مثلا اجتماعي جدا وبحب ابقى فرفوش واحب اخرج واحب يعني ابقى مع الناس، لو دي نقطة القوة عندك استعملها، ايا كان الحاجة اللي انت بتسعى لها، الحاجة اللي هتساعدك يا برج الثور نقط القوة بتاعتك. اقعد مع نفسك كده وافتكر او اعرف ايه الحاجات القوية اللي عندك في شخصيتك، ودي اللي هتساعدك جدا جدا. ايه العقبات او الحاجات اللي بتبطئ او بتعطل الثور؟ هنا دي الاطفال، الاولاد، ممكن دي تكون هي نقطة الضعف اللي عند برج الثور. فلو هي مثلا واحدة ست وداخلة في شغل، نقطة ضعفها او الحاجة اللي بتعطلها ولادها. نفس الحكاية بالنسبة للراجل، لو هو راجل ومثلا شخصية ما شاء الله قوية جدا وناجحة جدا جدا جدا، نقطة ضعفه او الحاجة اللي دايما بتوقعه او بتعطله هي ولاده، تمام؟ يعني هو حاططهم، هو ده الصح، هو ده المفروض، هي دي مش مفروض ان هي تكون نقطه ضعف بالنسبه لك، بس هي الشهر ده معطلاك في حاجه، يمكن محتاج تركز مع الولاد اكتر، سواء راجل او ست، مركزين مع اولادكم قوي قوي، فابتدى ممكن يجي ياثر شويه على حياتكم العمليه. او التحديات اللي عند برج الثور ممكن تكون كمان الحمل اصلا، من بابه اصلا ان هو عايز يكون عنده اطفال، ودي حاجه مش عارف يوصل لها او 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 يعني معطلاه او تعباه شويه. طيب خليني اقول لكم بقى اللي انا شايفاه، النتائج المتوقعه من السيتويشن اللي احنا شايفينه ده، وبليز يعني ما تتخضوش، يعني مش عايزه خضات، اوكي؟ احنا بنقرا هنا علشان نتوقع او نحاول نسبق الحدث سنة بس. اللي انا شايفاه ان برج الثور بيسعى للقيادة جامدة جدا، كويس؟ ف
لو السيناريو اللي انا شايفاه ده ان التور وصل في مكان معين او وصل اترقى مثلا او مسك شغل جديد، المهم ان هو داخل في حته جديده شويه عليه في الشغل، ما يحاولش يفرض رايه ويفرض قوته زي ما انا شايفه عند الامبراطور كده، لان النتيجه هتكون انهيار، سقوط مفاجئ. هتلاقي مقاومه شديده جدا والناس بيقولوا لك ايه ده، انت بتعمل ايه، انت بتحاكم فينا كده ليه، انت بتكلمنا كده ليه، في شكل من اشكال بقى ايه، حاجه بتقع. مش لازم يكون انهيار للبنيان كامل، بس في حته بتقع. فننتبه من حته الطموح في اللي بيحط لينكات. الطموح ان انا اكون مسيطر على الموقف تبقى بزياده شويه فيبتدي الدنيا تقع، تمام؟ او خلينا نقول بغض النظر انت بتطمح لايه او انت عايز ايه، متوقع عند برج الثور ان هو في حاجه عنده تقع، بس الحاجه دي كان لازم تقع. ليه؟ لان هي ما كانتش مبنيه صح، انت كنت بانيها بني البنين وانت عارفها كويس، او انت كنت حاسس ان هي ممكن تقع، فوقوعها وسقوطها دلوقتي احسن ما تقع بعدين وتشيل معاها حاجات كتير قوي. دلوقتي هتشيل حاجات صغيره ممكن نرجع نظبطها تاني، لو فضلت مكمله معانا وقعت بعدين هيبقى انهيار عظيم، هيبقى كبير وفعلا هيوجعك. فشايفه متوقع يحصل شويه حاله فوضى بسبب في عمود او في حاجه عندك وقعت شويه. لو القراءه مطابقه وده حصل بالفعل او هيحصل عند برج الثور، حاول انك انت تبتدي ترتب افكارك وبلاش حاله الفوضى دي، وابتدي اشتغل على حاجه حاجه انك انت تصلحها وتبنيها من الاول مظبوط. تمام. الحاله الماديه عند برج الثور اخبارها ايه؟ نطمن عليها. والحاله الصحيه، الحاله الماديه عند الثور شايف انها ما شاء الله كويسه جدا، في حاله اكتمال واكتفاء، وشايف ان هو ناجح جدا في الحته في تدبير والحاجه، ان هو ماشي حياته الماديه شكلها عامله ازاي، ممتازه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يزيد. بالنسبه للحاله الصحيه عند الثور برضه كويسه جدا جدا، نشيط واجتماعي جدا وحابب ان هو يقضي وقت مع ناس كتير الفتره دي. الحوت سوري، الثور من الابراج الاجتماعيه جدا. القرايه العاطفيه لبرج الثور الشهر ده. اوكي. محسود 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 يا والدي يا والدي. اوكي. الدنيا ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي، مفيش اي حاجه. الثور بس عنده هنا الشيطان، بمعنى خلينا نقول في وسوسه، في شيطان عمال يلعب في دماغك، او بيحاول يفهمك انك انت عبد للعلاقه دي. ما انتش عبد ولا حاجه، انت موجود في العلاقه دي بارادتك، ولو عايز تمشي هتمشي في ثانيه، انت موجود بارادتك تماما. اوكي. ف زي ما نقول الحاجه اللي جايه في مخ الثور، هو انا مالي يعني مالي مسحوب كده ليه؟ مالي بتجرجر كده ليه؟ لا. اوكي. فهو حاسس ان هو متشعلق وفي شريكه ومش قادر يعني يسيبه ومضطر. لا مش مضطر، انت بإرادتك. شريك الثور حالته عامله ازاي دلوقتي؟ انا شايف ان هو وصل لمرحله كويسه جدا من الحكمه وكمان التدين. ده هايرفنت كمان بيوحيني بالتدين، ده هايرفنت اهو القديس. ده شخص ما بيغلطش، لانه طبعا كلنا بنغلط، بس فعلا بيتفادى الخطا وماشي زي الكتاب ما بيقول، بيراعي ربنا فيه كويس جدا جدا. فده حال شريكك دلوقتي. انت نفسك في ايه يا برج الثور؟ انت نفسك تدخل في مرحله جديده مع شريكك، مرحله مشرقه، تعدي مرحله كانت ممكن تكون مظلمه شويه او كئيبه حبتين، وتبتدي تخش في مرحله جديده اعمق ومشرقه اكتر. بس مش عارفه ليه انت خايف،
او انت قلقان من التغيير ده، خايف تحب الشيك اب اكتر، خايف تقرب منه اكتر، انا مش عارفه، بس انت نفسك في انك تقفل مرحله قديمه كانت ممكن تكون صعبه وتبتدي مرحله اكتر اشراق واكتر تفاؤل. شريكك نفسه في ايه دلوقتي؟ هو يعني ممكن يكون عنده اوقات فراغ شويه، حابب انه يبقى فيه اكتيفيتيز اكتر بتتعمل، ان هو يكون مشغول شويه، اشغله، حاول تشغله، دخله معاك في حياتك، اشركه معاه، لان شايف ان هو حابب يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، زي ما تقولوا حاسس بفراغ شويه. اوكي، الثور شايف شريكه ازاي؟ شخص ناجح جدا جدا، شخص منتصر، يعني فخور بنفسه والثور بيفتخر بيه، وحاجه فعلا حلوه جدا. ولو كان شريك الثور كان بيمر باي نوع من انواع النزاع او الحرب او المنافسه الفتره اللي فاتت، فهو خارج منتصر، فهو شايفه شخص عنده عزه نفس عاليه جدا وشخص ناجح ومحبوب. طيب شريك الثور شايفه ازاي؟ دول 9 of pentacles. أولا لو هي مرأة فهي مرأة جميلة جدا، لو العكس برضو كرجل، رجل جميل، بس مش بس جميل، جميل من جوه أكتر، لأنه عنده عطاء كتير جدا وبيخدم الناس كتير قوي قوي وبيساعد الناس كتير قوي قوي، تمام؟ شخص جدع يعني، ويعني جماله داخلي وخارجي الاثنين، فصورة ما شاء الله حلوة جدا جدا. الطاقة ما بين الثور وشريكه دلوقتي فيها بتشاريت العربة بتوحيلي بالتطور السريع، العلاقة بتتطور بشكل سريع. لو العلاقة دي لسه ما دخلتش في نطاق اللي هو العلاقة المستقرة يعني، أو العلاقة الرسمية، فهي واخدة الطريق ده وبسرعة، تمام، بخطة سريعة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش من برج الثور، في هنا ارتباط زواج، او الناس اللي منتظرين اطفال، شوف لسه كنا بنقول ايه في القرايه العامه، ده مولود جديد، تمام، لو لا هو ده ولا ده، وانتوا اوريدي متجوزين وعندكم اولاد، فانا شايفه انه في مشاعر جديده بتتولد ما بين الثور وشريكه، مشاعر نقيه جدا وحلوه جدا جدا. ارجوكوا يا جماعه، الناس اللي عندها طاقات معاكسه او شايفين ان القراءه مش منطبقه عليهم، طبعا القراءه اللي بتطبق 100% على البرج باكمله، بس في نسبه كبيره من برج الثور حاسين بمشاعر جديده نحو شريكهم. وبالنسبه للناس اللي لسه ما حصلوش الموضوع ده، او لسه مش وارد عندهم، نحاول ناخد الطاقه دي. الطاقه دي موجوده، انت ممكن تحس مشاعر نقيه جدا نحو شريكك لمجرد بس انت تفكر في الموضوع، افتحوا المجال للطاقه دي، تمام؟ حتى لو في مشاكل دلوقتي والقراءة مش منطبقة عليك، حاولوا تاخدوا الطاقة الإيجابية اللي في الكارت ده، في مشاعر حلوة جدا عند برج الثور. إيه المتوقع يحصل الشهر اللي جاي؟ يعني ربنا يكفيكم شر الحسد، ممكن ده يكون حسد، أو إنه في شخص إما عند الثور أو شريكه بيتصدى للموقف، يعني أم أب أو أي حد هو اللي بيتكلم بالنيابة عن الثور أو شريكه. ده مش عارفه ليه شهر 6 شايفه انه بيحصل فيه كتير قوي الموضوع ده، والنبي يا جماعه ما ندخل حد خالص، انتوا ماشيين زي الفل، والله انتوا ماشيين زي الفل. فلو فرضنا انه في حاجه ممكن دروب يحصل، والله اعلم الطاقه دي زي ما قلنا ممكن تتغير، شايفه انه ممكن يحصل زعله عند برج الثور، ويبتدي حد يبتدي شريكه ان هو يصالحه او ان هو يوده او يحاول يراضيه يعني، والثور شايف ان هو مش متجاوب قوي. فنبتدي يعني نتفادى الكارت، احنا كنا ماشيين حلو قوي قوي قوي، بلاش ندخل اي حد في العلاقه ما بيننا وما بين شريكنا يا برج الثور. ولو الشريك بيحاول ان هو يصلح او ان هو يصالح، حاولوا ان انتوا تتقبلوا الموضوع وتدوا فرص. اوكي، القراءه العاطفيه معقوله جدا يا برج الثور، ما تخافش من التغيير اللي انت عايز تدخل فيه مع شريكك. شريكك على اتم استعداد وشايفك ان انت شخص فعلا جدع وشخص محب للناس ومحب للخير، دي اكتر حاجه محب للخير. اوكي، تعالوا نشوف كروت الحكمه يا راحت فين. بنصحكم بايه يا برج الثور؟ طيب عشان في ناس معلش بتسال كتير، في حصل انفصال، في رجوع ولا لا، وهو عايزه يرجع ولا لا بالنسبه للشريك يعني.
او ماي جاد بيج تايم. بصوا نفسه يرجع. وبالنسبه اللي بيسالوا في رجوع ولا لا، في طاقه كبيره للرجوع. اوكي اللي مش شوكه هو مفترق طرق، في مفترق طرق بيعدي بيه برج الثور، ويمكن دي الحاجه اللي احنا شفناها في القرايه العامه، الحته اللي فيها انهيار شويه، كان الدور هيبتدي يختار ما بين طريقين. تمام؟ time to make a decision، ده وقت ان انت تاخد قرار. Considering the consequences as you prepare to act، ولازم تتدبر كويس جدا وتفكر في الحاجات اللي هتترتب على قرارك ده، ما تاخدش قرار وخلاص هيجي بالي، لا لازم تشوف ايه التوابع اللي هتيجي من ورا القرار ده. حلو قوي. ولازم برضو الحاجات اللي الطريق اللي هتختاره يكون بيتماشى مع مبادئك ومع الحاجات اللي انت بتصدق فيها. كل اختيار ايا كان الاختيار اللي انت هتاخده، اي واحد فيهم هيبقى ليه عواقب او ليه توابع. انت وصلت لمفترق الطرق ولازم تاخد قرار. طيب في اوقات بقول لكم يا جماعه انا مش لازم ناخد قرار دلوقتي، بس بالنسبه للطور دلوقتي انا شايف ان هو فعلا لازم ياخد قرار ويختار ما بين طريقين، يمين ولا شمال. Or by choosing right. بالظبط زي لسه بقول.